بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأهلي دايت. لأن الحياة الصحية والحصول على جسم مثالي بقى بيشغل بال كتير من الناس، اكتشفنا مبادرة في فرع الأهلي الشيخ زايد. المبادرة دي عندها هدف هو تحقيق حلم كتير من الستات في الحصول على جسم مثالي. المبادرة دي هي مبادرة عيش التحدي. فريق مبادرة عيش التحدي قرر يعمل أكبر طبق سلطة عشان يعمل جو من البهجة والمرح. ودلوقتي تعالوا نتعرف أكتر على أكبر طبق سلطة. ودلوقتي معانا مبادرة عيش التحدي من أهلي شيخ زايد، هنعرف تفصيلها أكتر من دكتور شيماء العراقي، أخصائي صحة نفسية وإرشاد نفسي. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بكي. في البداية عايزين حضرتك تكلمينا عن المبادرة وإزاي بدأت. المبادرة بدأت بفكرة تكوين فريق رياضي للسيدات من خلال ملاحظاتي الإكلينيكية داخل الفرع زايد، إن عضوات زايد مفيش حد بيمارس رياضة بالمرة، ممارسة الرياضة قليل جدا، مفيش أي مشاركة من خلال الفرق الرياضية. فبدأت بالفكرة، انطلقت الفكرة في شهر واحد اللي فات، بأن أنا إن العضوات من حق العضوات إن هم يمارسوا رياضة ويشاركوا في كل الفرق الرياضية لتحسين الصحة النفسية، لأن الرياضة بما إن الرياضة بتساعد وبتساهم في رفع كفاءة الصحة النفسية للمرأة. بدأنا أطلقت المبادرة من خلال جروبات الشيخ زايد ومن خلال أن أنا مناقشة مع العضوات. الفكرة يعني كان عليها إقبال كبير جدا في من أعضاء زايد. اشترك معنا حوالي 400 عضوة، قسمنا من خلال تقسيمة اختيار كل عضوة رغبتها في ممارسة الرياضة اللي بتحبها. كان في إقبال على التنس، على السلة، على كرة الطايرة، على كرة اليد. قابلتنا عقبة ان ما فيش مدربات للسيدات. طيب قلت يا جماعة احنا مش هنقف، احنا لو ما فيش مدربات احنا هنعلم نفسنا بنفسنا. اي حد قديم كان بيمارس رياضة في الهاند او في التنس او whatever يعني هيعلمنا. وفعلا في عضوات معانا اتبرعوا وقالوا بوقتهم ومجهودهم ان هم فعلا هيبتدوا معانا واحدة واحدة ويعلمونا العضوات كل رياضة. بدأت معاهم بأن احنا عايزين نعمل ثقافة كاملة وتغيير ثقافة عن ممارسة الرياضة، لأن اوريدي احنا مش بنمارس رياضة بقالنا فترة طويلة جدا. فأنت عشان تدخلي المكان وتغيري ثقافة هتاخدي مجهود وهتاخدي وقت كبير جدا. وأنا قلت لهم أنا معاكم من الصفر، حتى لو هيدخل معانا 10 أو أقل أنا معاكم ومكملة معاكم لحد ما نبدأ نشوف السيدات داخل فرع زايد فعلا عندهم اقبال على الرياضه، لان الرياضه بتسهم فعلا في تحسين الصحه النفسيه وبتغير المود جدا. فالحمد لله لقيت فعلا في نوع من الاقبال على المبادره وبدانا بالفعل. طيب احنا كنا عايزين حضرتك تكلمينا عن البرنامج اللي انتوا حاطينه في المبادره والاهداف. البرنامج هو عندنا هنشارك في كل الالعاب الرياضيه بأوقات محددة. عملنا أوقات صباحية وأوقات مسائية، لأن طبعا أنا عايزة مشاركة كاملة للعضوات، للناس اللي هم بيشتغلوا اوريدي يبقى مواعيدهم مسائية، للعضوات اللي هم بيحبوا الفترة الصباحية مش بيشتغلوا أو مش مرتبطين بعمل خلاص هيجوا يمارسوا رياضة فترة صباحية. طبعا الفترة الصباحية طبعا احنا عندنا الملاعب هنا في فرع الشيخ زايد الفترة الصباحية كلها كانت فاضية، فده كان بالنسبة لنا سهل جدا. الفترة المسائية بقينا بناخد الأوقات اللي فيها الأكاديميات فاضية. إقبال جيد جدا.
قلنا هنعمل اسم الفريق طبعا تيشيرت موحد لينا. طبعا احنا اخترنا اللون الاحمر تيشيرت النادي الاهلي علشان ما نخرجش عن اي لون. اخترنا شعارنا عيش التحدي علشان يكون نوع من التحدي لكل العوامل والظروف اللي بتمر بيها المرأة عامة والعضوة عضوة الفرع تحديدا، بما انها على يعني عليها اعباء كبيرة جدا. بنيجي نقعد في النادي في التمرينات بالخمس وست ساعات تقريبا، احنا متواجدين يوميا بصفة يومية. فقلنا لا نمارس رياضة، من حقنا ان احنا ناخد لنفسنا ساعة في اليوم، ساعة نجدد فيها طاقة، نجدد فيها صحة نفسية. ده بينعكس على الأطفال لما العضوة بتمارس رياضة وبتاخد قسط من الراحة نفسها أو التفكير في نفسها أو أهداف ليها، بينعكس على أطفالها إن هي ما بتبقاش عصبية معاهم، إن هي بتجدد مطها ونشاطها بشكل يومي. ممكن حضرتك تكلمينا عن فكرة أكبر طبق سلطة؟ فكرة أكبر طبق سلطة هي منبثقة من تجربة. التجربة دي هي كانت طبعا احنا عملنا الرياضة اوريدي خلاص، طيب مع الرياضة يبقى لازم اكل صحي. فأطلقت مبادرة تانية من خلال المبادرة الاولى، مبادرة عيش التحدي. عيش التحدي اللي هنعمل دايت جماعي داخل الفرع. اشترك معانا واطلقنا الفكرة وبدأنا نتناقش فيها. اشترك معانا 150 عضوة داخل الفرع. معانا دلوقتي سوبر ليدي عيش التحدي، عرفينا على نفسك. مروة عبدو. حضرتك كنت كام وصلتي لكام؟ انا كنت 82 وبفضل الله بقيت 60. طيب في البدايه كلمينا عن تجربتك في المبادره. والله اللي انا وصلت له ده بفضل نظام غذائي سليم صحي متوازن، تطبعت فيه بعادات غذائيه سليمه، عملت ستايل لايف لحياتي بتركز على الخضار الفاكهه البروتينز النشويات، ازاي انوع ما بينهم، ازاي ادي لجسمي السعرات الكالوريز اللي تبقى على قد احتياجه مش اكتر من كده عشان اوصل للوزن اللي انا عايزاه. طبعا كان اللي بيحدد لي في النظام ده حاجتين، هو التوقيت والكميه. توقيت امتى اكل وامتى ما اكلش، باكل مع الشمس بقفل بقي طبعا بالليل عشان الحرق بيقل بالليل. الحاجه الثانيه الكميه، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس، يعني بناكل خمس وجبات، فطار وسناك، فطار وسناك وغدا وسناك وعشاء. العشاء طبعا لازم يكون خفيف، لازم تبقى كميات صغيره. انوع ما بين الاكلات، ما مش بمشي على مثلا بروتين طول الوقت، لا لو خدت بروتين نباتي بقلب بروتين حيواني، الاسماك الحاجات دي كلها، فانا لازم انوع ما بين اكلاتي. تاني حاجه ساعدتني جدا الميه، ان انا كنت بشرب ميه بكميات كبيره جدا، كنت باخد الميه على مدار اليوم كنت بشرب من 2 ل 3 لتر. الميه دي بتدخل جسم الانسان، بتغسل جسم الانسان، بتنقي الجسم من السموم، بتخلي يعني عارفه بتخلي الحرق في اعلى حالاته، في اعلى معدلات حالاته. كانت كمان الميه دي بتخلي وظائف الجسم تشتغل بصوره وبكفاءه عاليه جدا، عشان كده انا كنت بشرب من 2 ل 3 لتر، ويعني بمعدل كوبايه ميه كل ساعه. وكنت كمان بعمل يعني ازازه ميه، كنت بقطع فيها شرايح برتقال، شرايح ليمون، شرايح خيار، نعناع، واعمل ديتوكس بالميه دي كنت بشرب منها تاني يوم. كان دي بتبقى الميه بتاعتي اللي بشرب منها خلال تاني يوم. دي بقى كانت يعني عارفه كده بتنقي الجسم وفعلا بتساعد على الحرق جدا وساعدتني. تالت حاجه ساعدتني طبعا الرياضه، وده هنا كان دور الحمله وكان دور سوبر ليدي معايا، قد ايه هي دعمتني، قد ايه هي ادتني الحافز ان انا دايما امارس رياضه، وان في روح الجماعه سبورت لينا طول الوقت. كانت منظمه الحمله سبورت لينا طول الوقت وبتدعمنا طول الوقت. وعارفه الهدف لما يكون موحد بيكون سهل جدا على الانسان ان هو يوصل لهدفه بسهوله. الرياضه دي يعني الواحد ما يقطعهاش، سواء كان بيخس سواء ما بيخسش، لازم دي تبقى معانا طول الوقت. كنت بمارسها في شكل زومبا، ايروبكس، اطلع وانزل السلم، كنت اروح الجيم، كنت
طبعا مع الحمله في التراك والحاجات دي طول الوقت، فده ساعدني جدا يعني، ده يعني الحمد لله ساعدني ان انا اوصل لهدفي بسهوله. وننصح بيه الناس طبعا مفيش دايت فيه حرمان اطلاقا، يعني انا ضد الحرمان، عشان كده كان في وجبه مفتوحه ليا في اليوم، دي اللي انا باخد فيها كفايتي، دي اللي انا باكل فيها اي حاجه انا عايزاها، ما بحرمش نفسي من سكريات ولا حلويات ولا اي حاجه اطلاقا، دي اللي انا باخد فيها اللي انا نفسي فيه، طبعا بكميه خلاص انا اتعودت على كميات صغيره فباخدها بكميه صغيره جدا. بس واللي انصح بيه طبعا برضو ان لازم نحلل، لازم اعرف جسمي ايه الفيتامينز اللي ناقصه في جسمي، ايه اخبار فيتامين د، ايه اخبار الغده الدرقيه، هل فيها كسل ولا لا، هل عندي نقص كالسيوم، الحاجات دي لما اطمن ان كل الفيتامينز في جسمي تمام والمعدلات دي تمام، ولو فيها اضرب في اي حاجه لازم طبعا ناخد المكملات الغذائيه، والحمد لله ده بيساعد جدا يعني ان الانسان يوصل لهدفه بسهوله ويسر يعني الحمد لله. طيب حضرتك ازاي سمعتي عن المبادره ودخلتي فيها؟ سمعت عن المبادره من خلال النادي، انا كنت عضوه في النادي وسمعت عن المبادره وعرفت ان في ناس كانت يعني مشاركه فيها، وانا من اوائل الناس اللي اشتركت، وكنت محظوظه جدا طبعا ان انا وصلت للسوبر ليدي وخدت اللقب، وكان تحدي فعلا بالنسبه لي، وعشت الاسم، عشت التحدي ده، عشت الاسم ده كويس جدا، ويعني من خلال زمايلي والاعضاء والعضوات كلنا كنا بنحفز بعضنا، وكان في دعم طول الوقت من الحمله، وده الحمد لله وصلنا للهدف بسهولة الحمد لله. طيب الإنجاز اللي حضرتك وصلتي له فرق إيه في حياتك؟ الانجاز طبعا فرق في شكل جسمي، انا اختلفت تماما، انا كنت بني ادمه وصلت لبني ادمه تانية، يعني لما خست 22 كيلو فانا يعني اختلفت تماما، اختلفت في شكلي، اختلفت في جسمي، اختلفت في لبسي، اختلفت في كل حاجه، في يعني حتى في طريقه اكلي، فده كله غيرني، غير ستايل حياتي، غير شكلي، غير كل حاجه، ممارساتي لا اثر طبعا فيا بالايجاب الحمد لله، قد ايه حسن من حالتي المزاجيه، من صحتي، لا طبعا الخسيه بتصغر في السن جدا وبتحسن في الصحه، يعني هي مكسب للصحه وللجمال ولكل شيء يعني الحمد لله. عايزينك توجهي نصيحه للناس اللي وزنها زايد شويه وعايزه تبدا تخس. تنظيم اكل طبعا، ان احنا ناكل كل اللي نفسنا فيه بدون حرمات، لازم ناكل كل ما فيش حاجه اسمها ممنوع نشويات، ما فيش حاجه، لا ناكل نشويات بس بكميات مقننه، اكل سكريات بس بكميات مقننه جدا، يعني زي ما قلنا في الوجبه الفري، بس مش يوم فري، انا باكل وجبه فري، باكل كل اللي انا عايزاه مع ممارسه بجانب الستايل لايف والنظام الغذائي المتوازن الصحي اللي انا عاملاه، ان انا بمارس رياضه بشكل صحي وبشكل منتظم، ويا ريت لو وفي معانا في النادي يجوا اضواط تانية جداد ينضموا لينا ويبقوا سبورت كلنا لبعض ونوصل لهدفنا ان شاء الله زي بعض. الستات دي قررت انها تغير من حياتها ولقت تشجيع كبير من كل اللي حواليها، الاهل، الاصدقاء، والزوج. ودلوقتي معانا زوج السوبر ليدي مدام مروه عبده، عرفنا بنفسك. احمد زارو. عايزين في البدايه حضرتك تكلمنا عن فكره الوزن الزائد وتاثيرها عليها وعلى نفسيتها. والله هو في اثر كبير طبعا، يعني واضح يعني في الموضوع ده، ما كنتش مشجعه في الاول لان انا مش في دماغي، يعني اكيد احبها في كل الاحوال يعني. لكن لقيت ان الموضوع صحيا ونفسيا احسن بكتير يعني. فهي مشيت على برنامج منتظم وفعلا يعني هي كان عندها اراده وعزيمه لكده، وانا كنت بشجعها كمان، حتى انا كنت باكل الاكل اللي هي بتاكله، ما كنتش باين قدامها مثلا ان انا اكل حاجه مثلا تبوظ لها البرنامج او كده، ف يعني حاولت ان انا ادعمها وهي اكيد دعمت نفسها طبعا يعني اكتر مني، ولغايه ما وصلت لكده الحمد لله يعني. طب ازاي حضرتك كنت بتدعمها نفسيا؟ اكيد ان انا طبعا هو اكيد الفرق كبير، ان هي نزلت كتير يعني في الوزن، فانا كنت ما بلاقيها مثلا يعني العزيمه قلت شويه، فكنت بشجعها، كنت بقول لها لا انت في يعني خسيتي اكتر،
امشي على نفس النظام، وهي بصراحة مشيت على كده وانتظمت عليه لغاية ما وصلت لكده يعني. طب أثناء الرحلة ازاي كنت بتساعدها ان هي تعيد ثقتها في نفسها؟ والله لو يعني الموضوع ده أكتر منها هي مش مننا أنا يعني، لأن أنا ممكن أشجعها شوية بتاع يعني، زي ما قلت لحضرتك ممكن أكل الأكل اللي هي بتاكله وكده، لكن هي عزيمتها وإرادتها كانت أقوى من الكلام ده بصراحة يعني، لأنها كانت فعلا عايزة تتغير، وكان نظام صحي طبعا ده أهم حاجة، إن هي ما تخسش وخلاص أو تعمل دايت وخلاص، لأن ده ممكن يأثر على حاجات كتير، فهي عملت ده بشكل صحي عشان ما يأثرش عليها بعد كده صحيا أو نفسيا يعني. والحمد لله وصلت لكده يعني بنتيجة كويسة يعني الحمد لله. عايزين حضرتك توجه رسالة لمدام مروة. والله أقول لها إن أنا طبعا بحبك في كل الأحوال، ما وأكيد في أي حال من الأحوال يعني هتبقي عجباني، لكن انت حاليا بقيتي احلى ونفسيا احسن شويه وبس، وبقول لبقى الستات خسوا تصحوا. معانا عضو تاني في المبادرة خست فوق ال 30 كيلو، في البداية عرفينا بنفسك. اسمي آية وعندي 3 أولاد وخسيت 35 كيلو. طيب كلمينا عن المبادرة، ازاي اشتركتي فيها وعرفتي عنها؟ في الأول ما كنتش معاهم في المبادرة من الأول مسابقة، بس أنا دخلت في الثانية، ويعني أنا في الأول خالص كنت بادئة مع نفسي، بس خسيت معاهم برضو شوية. أنا كنت 95 كيلو، دلوقتي بقيت 60. ممكن الشهر دوت أكون زدت يعني زدت مثلا 2 كيلو على حاجة، بس هرجعهم برضو تاني، فربنا يسهل يعني. كلمينا عن تفاصيل المبادرة وأصعب الحاجات اللي عدت عليكي. هو بداية الدايت بيبقى صعب شوية، لأن هو بيبقى جسمك كله مش مظبوط، كل حاجة بتبقى إدمان، فكل حاجة بتبقى بالنسبة لك صعبة، حتى في بدايتها في كل حاجة بتبقى صعبة، بس مع الوقت انت بتفهمي جسمك عايز ايه، كل ما بتنزلي كيلو انت بتتحفزي اكتر، بتبقي مبسوطة اكتر، فبتحاولي ان انت تعملي كل اللي انت هتعمليه عشان توصلي. كلمينا عن مشكلتك مع الوزن الزائد. يعني هو المشاكل كانت كتيرة، اولا كانت نفسيا، تقريبا كانت تحت الصفر، الموضوع كان صعب قوي، حتى لما كان بيبقى من القريب قبل الغريب، كان حتى في الهزار كان بيبقى الهزار بيبقى زايد عن حده حبتين، فالموضوع كان بيبقى صعب شويه. طبعا في اللبس بقى، في حركتك مع اطفالك مع الولاد عامه، بس كان الحافز الاول والاخير في ان انا ابدا الموضوع ده كان ابني ادم، عشان كان طول الوقت كان بيبقى عايزني ان انا ابقى اقل شويه في الوزن يعني، فكان تملي يقعد يعمل لي انا عايزك كده. فكنت بحاول، ولما حاولت ان شاء الله يعني ربنا كرمني يعني. بعد اما جبت البيبي الثالث وقفت بقى خلاص الوقفه مع نفسي، ان انا مش هينفع ان انا افضل كده، لان كنت تقريبا ما بخرجش، ما كنتش ببقى مبسوطه، ما كنتش بعرف البس، مقاساتي طبعا كانت، وكل ده كان بسبب الحمل والولاده يعني، عشان انا طبيعتي مش باكل كتير، بس هو كان هي ستات مظلومه في شويه في الحاجات الهرمونات دي، بس ربنا كرمني وقدرت اقف، واللي وقف جنبي كان جوزي الصراحه، هو اللي كان مديني سبورت جامد في الموضوع دوت، وكان حتى لما كان بيحب ياكل اي حاجه حلوه كان بياكلها بره، ما كانش بيجيبها في البيت يعني، والحمد لله انا زي ما انت شايفه دلوقتي. العامل التحفيزي في المبادرة. والله شيماء يعني بتقعد في الجروب حتى على الفيسبوك أو على الواتساب، بتقعد تنزل صور تحفيزية كتير، بتقعد تنزل لنا شوية حاجات بتحفزنا على الرياضة،
ان احنا بنمشي مع بعض، بنحاول نقول لبعض شوية الحاجات اللي هي يعني لا لازم تقومي، لازم تقفي، الموضوع يستاهل، والموضوع يستاهل فعلا الصراحة. بيبقى فيه تعب في الاول، بس مع كل تغيير انت بتنزليه، ومع كل كيلو انت بتنزليه، انت الموضوع بتحطي في دماغك ان هو لا يستاهل، يستاهل، يستاهل السايز اللي بينزل منك، يستاهل ان انت تعيشي حياتك افضل، ان انت تجري مع اولادك، ان انت تبقي حركتك قليله. يعني حتى وجع الظهر اللي انت كنت بتحسيه طول ما انت نايمه، اللي انا كنت بحسه عامه وما بقتش احسه الحمد لله، موضوع نفسه ادمان. انت اول ما هتبطليه هتفهمي نفسك على طول، جسمك هيبقى باين، هتعرفي انت هتمشي عامله ازاي. بس وكلنا بنحفز بعضينا، وان شاء الله اللي ما قدرش ينزل الكيلوهات الكتيره ان شاء الله ينزلها كمان شهر وشهرين، وربنا معاهم يعني ان شاء الله. فاضلك قد ايه عشان توصلي لحلمك؟ انا نزلت 35، بقيت دلوقتي 60، وتقريبا زدت 62 عشان العيد بقى وكده. بس انا نفسي اوصل بالظبط بالظبط، نفسي اوصل 58، عشان حتى لو زدت او كده ابقى بلعب في حاجه صغيره، اطلع وانزلهم براحتي يعني. فان شاء الله لسه قدامي كده 4 كيلو كمان. وجهي رساله لكل شخص عايز يخس. الرساله انك انت مهما حسيتي ان الدنيا خدتك، او ان انت حسيتي ان خلاص الدنيا قفلت، لا انزلي وامشي. الرياضه نص الدايت، مش الاكل بس هو اللي بيخسس. اتمشي، ارقصي في البيت، انزلي كلاس زومبا، اعملي اللي انت عايزاه، المهم اللي هو يبسطك بس، فعلا حياتك هتتغير، هتبقي واثقه في نفسك اكتر، هتقضيها صور زي ما انا مقضيها دلوقتي غير الاول تماما، هتبقي واثقه من نفسك زياده، وفي اي حاجه انت هتكوني لايقه فيها، حتى لو هتلبسي ايه هيبقى لايق عليك، وانت هتستاهليه، عشان انت، عشان احنا نستاهل كده الصراحه. ايه راي حضرتك في فكره برنامج الاهلي دايت؟ لا فكرته كويسه جدا، ولازم البرامج زي كده تكتر، عشان خاطر لازم توعي الناس، ولازم تفهمهم ان فعلا لازم صحتنا بقى خلاص، احنا لازم نقف لنفسنا شوية يعني، خلاص الأكل كفاية، كفاية بجد الأكل يعني. لازم اللي زيك وبرنامج تاني وبرنامج تاني لازم يكتر، ولازم يفهموا الناس، ومعانا أكتر بقى إن شاء الله. مبادرة عيش التحدي. والله انا سمعت عن المبادرة دي، عيش التحدي سوبر ليدي، من زمايلنا يعني شيماء عراقي، وجت اما سمعت عنها، انا كنت اوريدي راح اعمل عملية تكميم معدة، فجيت قالت لي لا جربي معانا كده. ابتديت فعلا امشي بطيء قوي يعني، ما عملتش رجيم قاسي ولا حاجة، وابتديت معاهم في المبادرة، وقلت بقى عيش التحدي بجد، ومشيت مع نفسي خالص بدون اي حاجه، ان انا اخفف الاكل والنشويات وكل حاجه، بس الرياضه طبعا لعبت دور جامد معايا، ان انا بدات بالرياضه وان انا اقلل اكلي، وفرقت معايا قوي قوي قوي. كلمينا عن مشكلتك مع الوزن الزائد. طبعا كانت رجلي تعبانه قوي، ما كنتش بعرف البس، ما كنتش بعرف اخرج، كان نفسيا مع اولادي وفي البيت وفي كل حاجه ما كنتش قادره اعمل اي حاجه، كانت قافله نفسيتي من كل حاجه. بس كلمينا عن الجانب التحفيزي في عيش التحدي. طبعا احنا مجموعه يعني عضوات مع بعض، شجعنا بعض ان واحده تقوم التانية تشجعها، على طول متواصلين مع بعض، احنا حوالي 20 عضوه، عشنا التحدي بجد، وكل واحده بتقوم التانية، ويلا انت وصلتي ايه، ابعتي وزنك، طب كلتي ايه النهارده، طب لا محدش يتعب، محدش يكسل، وان شاء الله مكمله ان شاء الله. ازاي بتنزلي وزنك بشكل صحي؟ انا ماشيه طبيعي خالص، ومش مع دكتور، انا بدات ايروبكس عادي، اجهزه بس كمان، وقللت النشويات وقللت السكريات خالص، خليتها مره واحده، مشيت على نظام اللي هو الصيام المتقطع، ان هو ان انا اكل على مراحل يعني، اللي هو كل 4-5 ساعات واقطع اكل من الساعه 8 مشروبات بس. فاضلك قد ايه على الوزن المثالي؟ هو انا نزلت 10 كيلو دلوقتي في حوالي شهر، ان شاء الله فاضل لي 30 كيلو كمان واوصل للمثالي ان شاء الله باذن الله. وجهي رسالة لكل حد تخين وعايز يخس.
بقول عيشوا التحدي بجد، والله هتفرق معاهم جامد قوي قوي قوي، وهتغير من نفسيتهم ومن شكلهم ومن كل حاجة ومن صحتهم، فبجد عيشوا التحدي بقى. كلمينا عن المبادرة وسمعتي عنها ازاي؟ المبادرة دي بدأت بقالنا تقريبا يعني حوالي سنة من شيماء عراقي، كان أول ما بدأنا أن احنا نتكلم عن حاجة اسمها سوبر ليدي، عايزين نعمل حاجة مختلفة، حاجة تخص يعني السيدات في النادي، يعني نعمل نشاطات مختلفة، وبدأنا فعلا مع شيماء ووقفنا مع بعض وبقينا نمسك تخصصات مختلفة في المبادرة، وأنا مسكت تخصص التنس وكنت المدربة بتاعتهم، ويعني كانت فترة طريق جميله ونحب ان احنا نكملها ان شاء الله باذن الله. كلمينا عن مشكلتك مع الوزن الزائد. دي مشكله كبيره، يعني بدات من فتره سنين، وعما كان عندي ضغط عالي مرتفع بسبب الوزن الزائد، والحمد لله ان انا قدرت ان انا اتخلص نسبه كبيره من وزني، وربنا يسهل واكمل ما تبقى مني. طيب ازاي بتنزلي وزنك بشكل صحي؟ اهم حاجه ان احنا بس نبعد عن الحاجات يعني زي النشويات والاكل الانهيلسي فود زي ما بيقولوا، والرياضه طبعا اهم شيء، يعني فعلا رياضه او دايت من غير رياضه ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض. كلميني عن الجانب التحفيزي في مبادره عيش التحدي. بصي، موضوع ان احنا بنحفز بعض، يعني احنا عاملين كذا جروب على الواتساب وعلى الفيس، فعلا يعني بنساعد بعض، يعني كل واحده عندها يعني بيجي لها طاقه سلبيه في وقت الثانيه بتشجعها، فاحنا بنحاول ان احنا نشجع بعض في ان احنا يعني نفضل ماشيين في سلك الرياضه مكملين، نعمل برامج، نعمل انشطه، فده بيساعدنا كتير على ان احنا سبورت مع بعض. فاضلك قد ايه على هدفك؟ بإذن الله يعني 15 كيلو وبقى كده عديت مثالي كمان. إن شاء الله بإذن الله. وجهي رسالة لكل شخص عايز يخس ولسه ما بدأش. والله ما فيش أسهل من الـ يعني الرياضة عايزة، أو الدايت والتخسيس عايز إرادة. عندك إرادة هتقدر تعمل كل حاجة، يعني أهم حاجة الإرادة فعلا هي هتوصلك لكل أهدافك اللي أنت عايزاها. وجهي رسالة لكل حد عايز يخس ولسه ما بدأش. يعني رسالتي ليكم بجد ان هي يعني الاراده ثم الاراده ثم الاراده، اراده يعني هتسبورت ليك جامد قوي ان انت تقدر تنزل كل الوزن اللي انت عايزه. الصحبه ده طبعا حاجه مهمه جدا، ان هم بتشجيع ان هم يساعدوكي على ان انت توصلي لهدفك، والله هي وقت زي ما بيقولوا 21 يوم بعدها الحياه كلها بتتغير، فباذن الله. ايه راي حضرتك في برنامج الاهلي دايت؟ بجد برنامج رائع، يعني اول مره يعني على قناه الاهلي ان يبقى فيه برامج بالشكل ده، وده يعني اكيد هيساعد. احنا عارفه قناه الاهلي كانت قناه شبابيه ورجوليه اكتر، لكن دلوقتي بقت قناه الاسره تقريبا، فيها كل البرامج اللي ممكن كلنا نتفرج عليها. كلمينا عن مبادره عيش التحدي. مبادره عيش التحدي احنا بداناها مع بعضينا مجموعه سوبر ليديز، كنا بادئين جروب صغير ما شاء الله كبرنا بسرعه جدا، واحنا يعني سيدات مع بعضينا حفزنا بعض ان احنا ناخد بالنا من وزننا، نحاول ان احنا بدل ما نجيب الاولاد التمرين ونفضل قاعدين معاهم جنبيهم لحد ما يخلصوا تمرين، لا نقوم نتحرك نلعب رياضه، نجري في التراك مع بعض، ندخل نلعب تنس او باسكت يعني. وده بصراحه كانت فكره صغيره، بس لما كترنا الموضوع بقى حلو قوي، والولاد يعني انا حسيت ان انا ما باجيش النادي بس عشان الولاد، لقيت نفسي ان انا باجي كمان بساعد نفسي ان انا اغير من نفسي، اغير من مودي، حسيت ان انا بخرج طاقه اليوم اللي هو الطويل والجهد بتاعه في ان انا لما بتجمع مع اصحابي ونلعب رياضه مع بعض او نجري مع بعضين. كلمينا عن مشكلتك مع الوزن الزائد. وانا طبعا كان عندي شويه وزن زائد علشان خاطر انا كنت بقعد كتير مع الولاد، واغلب الوقت يا اما بنذاكر قاعدين يا قاعدين في التمرين بس تنام يخلصوا التمرين. فلما عملنا مبادره السوبر ليدز ديت ان احنا جمعنا مع بعض وقررنا ان احنا نعمل دايت وشجعنا بعضينا وبدانا نجري وكده اهوت، فالموضوع بقى ايه سهل ان انا انزل من وزني، وبدأت أكل صح علشان خاطر أنا حسيت أن أنا لازم أن أنا أغير من نفسي. كلمينا عن أصعب الأوقات اللي كانت بتقابلك. لا أنا في أوقات كتير كنت بتيجي علي أن أنا أتعصب أن أنا أخرج، يعني عشان طبعا مغيرة نمط حياتي ونمط أكلي وكده، فكنت لما بحس بالحاجة دي العصبية دي كنت باجي وبنزل التراك وبجري أنا وصحابي السوبر ليديز، وكنا كل دوت بيروح فعلا.
طب ايه الجانب التحفيزي في مبادرة عيش التحدي؟ الدايت، الدايت رقم واحد كنا يعني مركزين عليه، ان احنا نظبط وزننا وان احنا كل واحده فينا توصل للوزن المثالي اللي هي عايزاه. فاضلك قد ايه على الوزن المثالي؟ يعني في حدود 5-6 كيلو. طب وجهي رساله لكل حد عايز يخس. بجد لو قررته وحطيتوا التحفيز قدامكم ان انا عايزه اوصل للوزن دوت، بجد هتوصلوا له لو انتوا عايزين بجد. يعني ابدأوا، ولما تحسوا بعصبية أو تحسوا أي حاجة انزلوا اجروا امشوا، إن شاء الله تمشوا حوالين البيت مش لازم في النادي بس، فعلا هتوصلوا للي انتوا عايزينه. طب ايه رأي حضرتك في برنامج الأهلي دايت؟ هو فكرة جميلة قوي، لأن احنا فعلا لازم نبتدي نفكر صح، إن احنا نعيش حياتنا صح ونربي ولادنا صح، مش نبتدي إن احنا نخليهم يمشوا غلط في أكل غلط بعد كده نرجع نقول لهم لا لازم نبطل الاكل دوت، انه بطل السويتس. لا انا عن نفسي مربيه اولادي ان احنا ما بناكلش من بره، ما فيش سويتس ديت لها ميعاد معين في الاسبوع، فعلشان انا اعيش صح لازم كمان اربي اولادي صح. دلوقتي انتوا عرفتوا اكتر عن مبادره عيش التحدي، نتمنى انكم تبداوا وانتوا كمان تعيشوا التحدي، وبكده تكون نهايه حلقتنا النهارده ونشوفكم في حلقه جديده من الاهلي دايت.